وهم من يعتقد بأن حتى لو أتت الإدارة الديمقراطية ستفرط في المصالح النهائية للولايات المتحدة. الذي سيختلف هو تكتيك المقاربة وليس الهدف الاستراتيجي الموضوع ضمن أولويات 8 أو 10 أولويات للمصالح الأمنية للولايات المتحدة، والتي يأتي في مقدمتها الحفاظ على أرواح المواطنين الأمريكان والمصالح القومية للولايات المتحدة. يعني حتى إذا أجا بايدن قد يستبشر بعض الناس، وأنا أعتبر أن عملية الاستبشار هذه هي قصر نظر ليس إلا ذلك، لأنه ليس هنالك من يتمكن من أن يذهب خارج صندوق موضحة فيه المصالح القومية للولايات المتحدة. وأنا قلت يعني نحن الآن ندفع ثمنا باهظا لأن هذا البلد، لأنه يعني الظرف جعله على قمة الهرم الدولي من علاقات القوة، البلد فقد كل شيء حقيقة في 2003. لا، ليس في معرض الدفاع عن من كان هناك، ليس عن، لكن البلد بشكل غير مشروع فقد سيادته واستقلاله في ذلك الوقت.